تعالوا بقى نروح لقصه حقيقه انا بلاقيها كمان قصه ملهمه جدا، علشان دايما بقول مصر كده عباره عن قصص حلوه. القصه دي هروح معاكم فيها لاسوان، قصه ملهمه لرائده اعمال باسوان. القصه بتقول ايه؟ فاطمه هي صاحبه القصه زي ما انتم شايفين كده في الصوره، وشايفين جمال فاطمه اعاده تدوير مخلفات، او يعني نقول ايه، يعني اللي بيطلع من النخيل، وصنعت بيه منتجات بيئيه رائعه. انتوا عارفين ان النخيل ده بيطلع، النخله دي بشكل عام بتطلع حاجات رائعه، ووظفت يعني معاها مش بس هي، وظفت عشرات النساء. الصوره زي ما انتم شايفين قد ايه حلوه، اعتقد هي بتعمل مجموعه من الشنط من النخيل ومن حاجات البيئه. عارفين لما كنا بنتكلم في البدايه خالص، اول خبر اتكلمنا فيه عن المبادره الخاصه بالتربيه والتعليم وحياه كريمه، هنا اقدر اقول على ده من ضمن الحاجات اللي لازم تنضم. ليه؟ لانه انت هنا في البيئه في اسوان، نخل حلو بيطلع، يعني بيبقى له طبعا النخيل ده نقدر نستفيد منه. فلو الحاجات دي تم تدريسها في التربيه والتعليم، كل محافظه ليها عادات وتقاليد وليها بيئتها. خدنا بقى الحاجات اللي في البيئه وعلمنا الاطفال او الشباب او النساء، علمناهم الحاجات البيئيه، يبقى بالتالي هنلاقي بعد كده عندنا مشاريع صغيره اجمل من كده مفيش. خلينا نكمل الكلام ده مع رائدة الأعمال الجميلة اللي إيديها أنا شايفاها وهي بتغزل في الشنط الحلوة دي، فاطمة محمود رائدة الأعمال بأسوان. مساء الخير يا فاطمة. مساء النور، أهلا بحضرتك. يعني أنا مبسوطة جدا بالصورة، وشايفة إن أنت بتعملي كمان، هي الشنط اللي باينة عندنا بألوانها الجميلة، شايفاها بتعمليها بإتقان وبألوان بديعة. تسلمي، ربنا يخليكي. ما هو زي ما أسوان فيها الألوان بتاعت النوبة احنا بنحاول نوظف الحاجات دي في المنتجات اللي احنا بنعملها. طب أنا شايفة يا فاطمة، يعني جات لك الفكرة منين؟ يعني أنا شايفة كل الحاجات الحقيقة بديعة وجميلة ولايقة على البيئة ولايقة على أسوان، يعني جات لك الفكرة إزاي؟ عامة هي أسوان مشهورة بالنخل، وإن هي فيها نخل كتير، فإحنا بنحاول إن إحنا نستغله، بنعمل إعادة تدوير ليه. وأنا زمان من حوالي 6 سنين كده كنت بشتغل في مصنع كان بيعمل إعادة تدوير لمخلفات النخيل، بس بطرق تانية غير الطرق دي ولمخلفات تانية. فانا من هنا، من بعد ما انا اشتغلت، كنت بشتغل انا وبدرس، ومن هنا ابتديت ان انا لا، حابه ان انا اعمل مشروع، اطلع التصميمات اللي انا حابه ان انا اعملها، استوحاها من البيئه اللي انا موجوده فيها وعايشه فيها. وكمان وظفت معايا بنات وسيدات. عدد البنات اللي اشتغلوا معاكي كانوا قد ايه يا فاطمه؟ 10 بنات. والعشر بنات بقى عندهم نفس الإتقان ده، يعني بيعملوا معاكي؟ بقى أنا عندهم نفس الجودة ونفس كل حاجة. حتى في، يعني احنا بنعمل يعني للخوذ إعادة تدوير، مش زي ان هو مقتصر على القفة بس، احنا بنعمل منتجات بغرز جديدة بمقاسات بناتي ان هي تناسب كل المشاوير. فبنحاول ان احنا كمان نواكب العصر في الديزاينات اللي احنا بنختارها، وكمان الخامات اللي احنا بنضيفها. انا شايفاكي كمان يا فاطمه في الصوره هنا، شايفاكي بتحطي الجلد معاها، بتحطي قماش ملون، والحقيقه شكلها لطيف جدا، ممكن الفتاه في المدرسه، في الجامعه، حد سائح زائر في الرحلات، يعني اعتقد ان هي يعني بتفيد ناس كتير. بالظبط، احنا بنغير فكره ان الخوص لشنطه البحر بس، لا احنا بنعمل شنطه تناسب كل المشاوير يعني. ده أكيد. وكمان شكلها حلو، وفي نفس الوقت كمان هي عملية جدا في الاستخدام بتاعها، وبتعيش كتير جدا يعني الخوذ. طبعا، لأنه كمان النخيل معمولة من النخيل، من حاجات في البيئة، فبيبقى أعتقد جامد، يعني أحسن من الخوص، يعني وبنحاول إن احنا بقى ندمج يعني الجلد الطبيعي، بتجيب قيمة أكتر كمان يعني إن هو كمان الجلد الطبيعي غير الجلد الصناعي مثلا.
جلد طبيعي بيعيش سنين كتير، فاحنا بنخلي الايد بتاعتها جلد طبيعي عشان تعيش انت اكتر. عندك مكان يا فاطمه بتشتغلي فيه، ولا شايفاكوا قاعدين بتشتغلوا تقريبا في مكان مفتوح، ولا ده كان للتصوير؟ لكن عندك مكان بتشتغلي فيه، ولا يعني منضمه لجمعيه، في حد بيساعدك بيسوق الحاجات بتاعتك؟ احنا عندنا شركة مسجلة، الشركة مسجلة في 2021، وعندنا مكان ورشة بتشتغلوا فيه. بنشتغل فيها. وكمان احنا بنحاول دايما ان احنا نستغل البيئة بتاعت أسوان، احنا فدايما لازم ان احنا نطلع نحط نشتغل في أماكن مفتوحة بحيث ان نطلع الهام اللي جوانا يعني. أكيد حاجات جميلة جدا والله يا فاطمة، وأنا شخصيا لو رحت أسوان أنا حاجة أزورك يا فاطمة، علشان أنا أكيد بحب طبعا قوي تجي أشوف زارك طبعا. الحاجات الجميلة دي اللي مصنوعة بإيد يعني السيدات المصريات والبنات المصريات، حقيقي حاجة جميلة. تحية ليك يا فاطمة ولكل تسلمي، العشر ربنا فتيات يخليك. اللي معاكي، تحية لينا منهم في التساعة، ودايما تقدموا حاجات حلوة. بشكرك جدا يا فاطمة. طيب يعني حاجات حلوة يعني بجد، يعني أنا ببقى سعيدة جدا صدقوني، هي دي المشروعات الصغيرة الحلوة. ما هو كمان يعني البنات والفتيات والسيدات يقدروا، هي موجودة في المحافظة بتاعتها وعندها موهبة وعندها البيئة بتاعتها وعندها جمال البيئة بتاعتها، تقدر تصنع حاجة من بيئتها، صدقوني بتبقى أحلى من كده مفيش. فأنت لو رحت أسوان وتلاقي كل المنتجات اللي هي خاصة بالبيئة أنت بتستمتع جدا، زي مثلا ما تروح سيوة فتشوف الحاجات الخاصة بسيوة نفسها بتبقى مقبل وعايز تشتريها، تروح مثلا سينا تلاقي الحاجات اللي بيعملوها بمشغولات اليدوية، يعني في كل مكان ليه حاجته الحلوة. هي مشروعات صغيرة ولكن مشروعات مهمة جدا، الدول تتقدم كثيرا جدا في اقتصادها أحيانا تقفز بمشروعات صغيرة، لأن أنت أسر بتنتج، يعني المجتمع كله يشتغل. الصين عموما بتشتغل بالطريقة دي، يعني انت لما بتروح الصين بتلاقي مشروعات صغيره كتير وتلاقي مشروعات كبيره، فمش بشرط بس ان انا يبقى عندي مشروعات عظيمه كبيره، ممكن تبقى مشروعات عظيمه ولكن كمان يبقى عندي مشروعات صغيره، الشباب يعملوها، الفتيات يعملوها وتطلع بهذا الشكل، وكمان انت بتدعم الحاجات الحلوه اللي عندك. احنا عندنا في محافظاتنا كنوز نقدر نقدمها طول الوقت.